ده بالنسبه لكريستيانو رونالدو. المفاجاه الكبرى كانت لكل مشجعي ريال مدريد حول العالم هي رحيل سيرجيو راموس عن الفريق مع نهايه الموسم الماضي. هل تفاجأت بهذا الامر ولا كان متوقع؟ كانت مفاجأة لكل مشجعين ريال مدريد، لأن لعيبة مثل سيرخو راموس كان من المتوقع أن يتم أن يغادر من ريال مدريد وأن يعتزل كرة القدم فيه، ولكن للأسف رحل لأنه كان محبوب جدا من فريقه ومن النادي ومن المشجعين، وبالتالي هذا كان خطأ كبير، وأعتقد لا يمكن أن نتفادى هذا الخطأ أو لا يمكن أن نتفادى أثاره، وبالتالي تم اختياره كلاعب عظيم، ولكن للأسف هذا ما يحدث للعيبة، وبالتالي أتمنى له التوفيق وحظ.